صباح الإنجازات، صباح مصر القوية العفية، صباح الثورة، ثورة 30 يونيو العظيمة. النهاردة من 2013 لحد 2022 تسع سنوات على هذه الثورة، ثمان سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مليئة بالإنجازات في كل المجالات. النهاردة ومن خلال حلقتنا اللي بنصبح عليكم من خلالها من منطقة الأسمرات في القاهرة، المنطقة اللي أصبحت حلم بمعنى الكلمة، الحلم اللي اتحقق لحقيقة، المنطقة اللي بيطلق عليها في وسائل الإعلام الدولية كومباوند الغلابة بمعنى الكلمة. ليه هو كومباوند بمعنى الكلمة؟ بمعنى الناس اللي ساكنين في كومباوندز وعارفين الكلام ده، عمارات راقية جدا، تسعة أدوار، اتنين أسانسير، فيها كل الخدمات اللي ممكن حضرتك تتخيلها، المياه ونظيفة طبعا، والصرف الصحي والكهرباء، شبابيك ألوميتال، خدمات متكاملة في المنطقة زي نقطة الشرطة، نقطة المطافي، المحلات، المستشفى، المدارس، كل شيء متوفر لأهالي هذه المنطقة. طب هم بيطلق عليهم غلابة ليه؟ لأن هم كانوا ساكنين في المناطق العشوائية اللي بنقول عليها مش عشوائية بس، عشوائية خطيرة. هقول لحضراتكم بعض الأمثلة. منطقة بطن البقرة، منطقة الدويقة، يعني منطقة ستابل عنتر وهكذا. من هذه المناطق جم سكنوا في شقق كاملة المرافق، كاملة الخدمات، مفروشة بالكامل بكل الأجهزة الكهربائية، حتى الأدوات، أدوات المطبخ و الأجهزة اللي نقدر نقول عليها يعني فيها رفاهية كمان. طب ده عمل إيه؟ عمل نقلة نوعية في حياة هؤلاء المواطنين والأجيال الجديدة اللي النهاردة لما نسمع كمان السكان بيقولوا إيه عن الحلم اللي كان فوق الخيال اللي هم أصبحوا بيعيشوا فيه، هنعرف الدولة المصرية إزاي رقم واحد بتهتم بحقوق المواطنين، بتهتم بحقوق الإنسان، بتهتم بالناس الأولى بالرعاية، الناس اللي فعلا كانوا خارج الخريطة يعني في السنوات السابقة عن حكم الرئيس السيسي. ما كانش بينظر لهؤلاء الناس أصلا، هم عايشين ولا مش عايشين، بيعملوا إيه، بيأكلوا إزاي، بيعملوا إيه، حياتهم ماشية إزاي. طب المنطقة هنا عبارة عن إيه؟ المنطقة هنا عبارة عن 185 فدان اتبنى فيها عمارات، النهاردة في 30 ألف أسرة بتسكن فيها، وفي كمان المراحل الجديدة، يعني نقلة نوعية بمعنى الكلمة. النهاردة ومن خلال بنصبح عليكم وهنصبح عليكم من المنطقة دي، كاميرا جايبة الشكل العام للمكان. احنا بنسجل في النادي الخاص، هرجع أقول النادي الخاص بهذه المنطقة، حمامات سباحة، ملاعب، جيم، وكل أنواع الرياضة متوفرة لأبناء الأهالي هنا. حاجة يعني الحقيقة بتخلينا نقف احتراما ل يعني توجه الدولة المصرية تجاه مواطنيها والآلاف من الأسر. يعني احنا لو قلنا ان المتوسط 7-8، يعني احنا طبعا مش مبسوطين بالكلام ده، لكن المتوسط في الأسر دي ان شاء الله تقل. يعني احنا بنقول ان هنا في 250-300 الف نسمة عايشين كانوا خارج النطاق اللي زي ما بنقول عليه المعيشة الأدمية. النهاردة ومن خلال حلقتنا هنستعرض معاكم انجازات كمان في مجالات مختلفة. يعني هيكون معانا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الضبع، الكاتب الصحفي في اليوم السابع، وهنتكلم معاه عن إنجازات مصر خلال سنوات حكم الرئيس السيسي وأيضا ثورة 30 من يونيو. وهيكون معانا لقاء آخر
الحقيقة هنتكلم فيه عن جانب بقى اقتصادي مع ضيفة متخصصة دكتوراه في الاقتصاد في جامعة القاهرة دكتورة سماح علي، وهنشوف الاقتصاد المصري ازاي قدر ان هو يقاوم الضربات القوية اللي كمان كانت في العالم كله، والحمد لله ما زال وسيظل اقتصادنا قوي وصامد ان شاء الله. دي فقراتنا النهاردة وحلقة خاصة جدا، انا في منتهى السعادة اني موجود في هذه المنطقة، وهنقل لحضراتكم ان شاء الله يعني تفاصيل كتير، لكن برضو عندنا يعني زي ما بنقول كده المتعودين ان هم يتابعونا بنصبح عليك، هيكون عندنا دلوقتي فقرة النشاط والرياضة هنبدأ بيها، بعد كده هنستعرض معاكم عناوين الصحف وهنرجع بضيوفنا. خليكم دايما معانا وبنصبح عليك.